فنانين رحلوا في عام 2023، بعضهم لن تصدق انهم رحلوا. الفنان محمد قنوع، الميلاد، ولد في 26 سبتمبر عام 1973، الوفاة توفي في 22 أبريل عام 2023، العمر 49 سنة. الفنان مصطفى درويش، الميلاد، ولد في 11 يناير عام 1980، الوفاة توفي في 1 مايو عام 2023، العمر 43 سنة. الفنانة شيرين الطحان، الميلاد، ولدت في 5 يونيو عام 1976، الوفاة توفيت في 7 أبريل عام 2023، العمر 46 سنة. الفنانة شريفة فاضل، الميلاد، ولدت في 15 سبتمبر عام 1928، الوفاة توفيت في 5 مارس عام 2023، العمر 94 سنة. الفنانة لبنى محمود، الميلاد، ولدت سنة 1953، الوفاة توفيت في 19 مارس عام 2023، العمر 70 سنة. الفنانة والإعلامية أبلة فضيلة، الميلاد، ولدت في 4 أبريل عام 1929، الوفاة توفيت في 23 مارس عام 2023، العمر 93 سنة. الفنانة سلوى محمود، الميلاد، ولدت في 26 يونيو عام 1930، الوفاة توفيت في 6 فبراير عام 2023، العمر 92 سنة. الفنان شادي زيدان، الميلاد، ولد في 1 يناير عام 1974، الوفاة توفي في 24 فبراير عام 2023، العمر 49 سنة. الفنان الكويتي فيصل بوغازي، الميلاد، ولد في 15 أبريل عام 1957، الوفاة توفي في 8 أبريل عام 2023، العمر 65 سنة. الفنان عبد الله وليد، الميلاد، ولد سنة 1949، الوفاة توفي في 16 مارس عام 2023، العمر 74 سنة. الفنان محمود حسين، الميلاد، ولد سنة 1949، الوفاة توفي في 18 أبريل عام 2023، العمر 74 سنة. الفنان علي داخل، الميلاد، ولد في 8 أبريل عام 1960، الوفاة توفي في 19 يناير عام 2023، العمر 62 سنة. الفنان والإعلامي عباس حمزة،
الميلاد ولد سنة 1981، الوفاة توفي في 22 أبريل عام 2023، العمر 42 سنة. الفنان محمد الغاوي، الميلاد ولد سنة 1956، الوفاة توفي في 5 فبراير عام 2023، العمر 68 سنة. الفنان عبد الرحيم التونسي، الميلاد ولد في 27 ديسمبر عام 1936، الوفاة توفي في 2 يناير عام 2023، العمر 86 سنة. الفنانة خديجة أسد، الميلاد ولدت سنة 1952، الوفاة توفيت في 25 يناير عام 2023، العمر 72 سنة. الفنان السوري هشام شربتجي، الميلاد هو من مواليد 1948، الوفاة توفي في 16 مايو عام 2023، العمر 75 سنة. الفنان فهد الحيان، الميلاد 22 مارس عام 1971، الوفاة توفي في 15 مايو عام 2023، العمر 52 سنة. الفنان السوري محمد خرماشو، الميلاد 14 أغسطس عام 1952، الوفاة توفي في 14 مايو عام 2023، العمر 70 سنة. الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر، الميلاد عام 1941، الوفاة توفي في 12 مايو عام 2023، العمر 81 سنة. الفنان والإعلامي الكويتي عبيد العتيبي، الميلاد سنة 1964، الوفاة 5 مايو عام 2023، العمر 58 سنة. الفنان الكويتي أحمد جوهر، الميلاد هو من مواليد 29 مارس عام 1958، الوفاة توفي في 25 مايو عام 2023، العمر 65 سنة. الفنانة كريمان، هي ممثلة مصرية من مواليد 18 ديسمبر عام 1936، توفيت الفنانة كريمان في 12 سبتمبر عام 2023 عن عمر ناهز 86 سنة. الفنانة إيمان تسونامي، هي فنانة وممثلة مغربية توفيت بعد معاناة طويلة تعرضت لها منذ شهر يوليو الماضي، ما تطلب دخولها إلى العناية المركزة بشكل عاجل بعد تعرضها لتسمم حاد انتقل إلى رئتها وأطرافها، ونجح الأطباء في إنقاذ أطرافها من البتر، لكن لم تشهد حالتها تحسنا ملحوظا، وتم نقلها في سبتمبر الماضي إلى مستشفى الرباط العسكري. المغنية إيمان تسونامي مغنية شعبية مغربية اسمها الحقيقي إيمان البهيجي،
ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها لتسمم، حيث تعرضت لواقعة مشابهة منذ سنوات تسببت في إبعادها عن الساحة الفنية لسنوات وخسارة وزنها بصورة كبيرة. الفنان محمد فريد هو ممثل مصري من مواليد 24 ديسمبر عام 1940. توفي الفنان محمد فريد في 30 سبتمبر عام 2023 عن عمر ناهز 82 سنة. الفنانة أمل عباس هي ممثلة مصرية من مواليد 27 أبريل عام 1960، توفيت في 7 يوليو عام 2023 عن عمر يناهز 63 سنة. الفنان أشرف مصلحي هو ممثل مصري من مواليد 23 أبريل عام 1974. توفي الفنان المصري الشاب أشرف مصلحي في 17 سبتمبر عام 2023 عن عمر ناهز 49 عاما. الفنان ياس خضر هو ممثل عراقي من مواليد سنة 1938، توفي في 1 سبتمبر عام 2023 عن عمر ناهز 84 سنة. الفنان والمطرب مولاي الطاهر الأصبهاني هو ممثل مغربي من مواليد سنة 1948، توفي في 3 مايو عام 2023 عن عمر ناهز 74 سنة. الفنان عبد الله حمصي هو ممثل لبناني من مواليد 7 فبراير عام 1937، توفي في 27 يونيو عام 2023 عن عمر ناهز 86 سنة. الفنان رضا طارش هو ممثل عراقي من مواليد 5 يوليو عام 1968، توفي الفنان القدير رضا طارش في 25 يونيو عام 2023 عن عمر ناهز 54 سنة. الفنانة ميلاد سري هي ممثلة عراقية من مواليد 1 فبراير عام 1976، توفيت الفنانة ميلاد سري في 28 يوليو عام 2023 عن عمر ناهز 47 سنة. الفنان محمود جركس هو ممثل سوري من مواليد 1 يناير عام 1933، توفي في 25 يوليو عام 2023 عن عمر ناهز 90 سنة. الفنان علاء عبد الخالق هو ممثل مصري من مواليد 22 فبراير عام 1958، توفي في 4 يوليو عام 2023 عن عمر ناهز 65 سنة. الفنان بدر الطيار هو ممثل كويتي من مواليد 4 يناير عام 1953، توفي في 21 أغسطس عام 2023 عن عمر ناهز 70 سنة. الفنان أحمد السريع
هو ممثل سعودي من مواليد سنة 1936، توفي في 29 سبتمبر عام 2023 عن عمر ناهز 86 سنة. الفنانة نجاح سلام هي ممثلة لبنانية مصرية من مواليد 13 مارس عام 1931، توفيت في 28 سبتمبر عام 2023 عن عمر نهز 92 سنة. الفنان خالد الطريفي هو ممثل أردني من مواليد 25 مارس عام 1955، توفي في 21 سبتمبر عام 2023 عن عمر نهز 68 سنة. الفنان أحمد السلمان هو ممثل عراقي من مواليد سنة 1932، توفي في 20 سبتمبر عام 2023 عن عمر نهز 90 سنة.